تحدثت أنت قبل قليل أن هناك مسؤولية عربية أيضا، ليست المسؤولية فقط على الأمم المتحدة وعلى السلطة الفلسطينية أو السلطة في قطاع غزة، هناك سلطة محاصرة من كل الجهات حتى من الصديق ومن العدو أيضا. ما المطلوب عربيا اليوم؟ ألا يوجد مجال لمبادرة عربية لتأمين لقاح، لتأمين جرعات مناسبة للعدد من اللقاحات في لقطاع غزة؟ يعني للأسف أخي الكريم، كما ذكرنا سابقا، يعني كانت كورونا حقيقة فرصة أيضا يعني لإظهار شيء من التضامن العربي، ليس فقط مع فلسطين ومع غزة، وإنما التضامن العربي بشكل عام. نعم، غاب هذا التضامن، وظهر بدل منه شيء من شيء من الأنانية، وشيء من إنه كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها. احتياجات قطاع غزة كما ذكر يعني زميلنا الدكتور من قطاع غزة ليست كبيرة، يعني هم يحتاجون مليونين جرعة، يعني هذا رقم بسيط جدا ورقم مقدور عليه. يعني إذا وزعنا مليونين على 10 دول عربية مقتدرة، كل دولة تتبرع ب200,000، يعني بينهوا الموضوع. نعم صحيح. هو للأسف أخي الموضوع يعني ما في، لا يوجد إرادة عربية لإظهار تضامن عربي، يعني هذه حقيقة. حتى موضوع الآن يعني نسمع عن أرقام هائلة، دول عربية تريد أن تستثمرها مثلا مع الكيان المحتل. نعم، 1% من هذه الأرقام تكفي لشراء كل هاللقاحات اللي بنحكي عنها. يعني هو الموضوع ليس مادي، هو الموضوع هل هنالك إرادة لدعم هذا القطاع مثلا، وأن يقف على رجليه، وأن يكون لديه مثلا قدرة واستطاعة. هذا هو السؤال. القطاع، أنا لا أريد أن أتكلم في السياسة، بس هم دخلوا كورونا في السياسة. يعني إذا كورونا الآن تستخدم للي ذراع الناس، يعني مو بس فقط في قطاع غزة، في العالم كله. نعم يعني صحيح. الآن في مقايضات صارت في 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 دول في جنوب أمريكا، يعني شيء يندى له الجبين. يعني شركات اللقاح بعضها أصبحت تقايض كما يقال تلك الدول على عرضها، يعني بمعنى عرض الدول، بمعنى أنه سيادتها مقابل تعطيها. فالعالم يشكو من هذه الأزمة الأخلاقية. وللأسف يعني أنا تخصصي علم الوبائيات، هذا تخصصي، هو موضوع كورونا هو تخصصي العالي اللي أخذت فيه الدكتوراه. عندما درسنا الأوبئة وعندما درسناها، حقيقة لم يكن يتبادر لذهن الإنسان أنه سيصل إلى مرحلة يتكلم فيها عن الوباء أو عن وباء ما، ويتكلم فيها عن السياسة بهذه الطريقة. ظهرت هذا الشيء. حل مشكلة أهلنا بفلسطين، سواء في الضفة أو في القطاع، بسيط جدا. يعني ما يحتاج إلى حي إلا إلى شيء من الإرادة وإلا شيء من الصدق، وهذا للأسف الآن غير متوفر. يعني ما سمعنا حتى عن اجتماع حقيقي، اجتماع ذو قيمة، اجتماع ذو نتيجة بين الدول العربية حتى يتدارسوا فيما بينهم شو ممكن يعملوا. تاركين الموضوع للأمم المتحدة. الأمم المتحدة يعني كتر الله خيرها، يعني أنا عملت في الأمم المتحدة لفترة طويلة، وأعلم كيف تعمل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة فيها ناس طيبين، فيها ناس غير ذلك، وعندها منظومة، في عندها سيستم، وبتقدم ما تستطيع أن تقدمه. لكن نعم، حقيقة يحرك الأمم المتحدة بيخليها تشتغل صح أو خطأ هي الدول وليس المنظومة نفسها. صحيح. فأرجو رديت على سؤالك. يعني